بكل الخير والرضا، دوما يتجدد اللقاء بحضراتكم. مصر كلها النهاردة كانت الحقيقة ما بين متابعة مشهد ما بعد إنا في تفاصيل زيارة دمياط والافتتاحات الكتير واليوم الطويل اللي كان القنوات بتنقله وبتجري وراه، وما بين كمان كان في نشاط آخر المفروض إن احنا كنا نحاول نتابع تفاصيله، وهو مشهد ترامب ما بين محمود عباس وما بين نتنياهو. والمشهدين دول اتقطعوا من ليل الأمس بعملية مانشستر، ولأن الحاجات كلها واحدة فخلونا نقول إن بين السطور طول الوقت وهو عينيه على بره لجوه أكتر من كتير غرقانين في تفاصيل جوه وما بيطلعوش بره غير لما يبقى في حادثة كبيرة، بيقول لكم وبشكل واضح على رأي الأستاذ أسامة الدليل من السطور مش من ما بينها إن المكلف قدر يبقى عارف كويس جدا اللي جاي بره، وبناء عليه بداية ملامح مشهد ما بعد إنا. وهنركز قوي في مشهد ما بعد إنا، ده معناه ببساطة إن هو عارف ظهره فين ورجليه فين، لدرجة إنه بيغير لسانه وبيستعير لغة مش اللغة بتاعته اللي تعودنا عليها، ومش نتيجة ضغوط الشارع ولا المطالبات، لا ده استعارة لسان آخر بيستعير لغة، اللغة دي علشان ما عادش فاضل وقت، علشان لازم الكلام يصل ويصل وبسرعة وبالمضامين اللي الكل يقدر يفهمها. ربما نكون كلنا كنا فاكرين كويس قوي كلمة طابونة لما اتقالت في مشهد إنا، ووقتها قلنا اللحظة دي لها ما قبلها ولها ما بعدها، وترد علينا من بعض الأصوات وقال في قبل أمريكا وبعد أمريكا، أيا ما كانت اللحظة اللي بيقيس بيها هو سيادته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما قبل وما بعد، بتقول إن الملمح محدد حاد العين فيه على النتائج ولم تعد هناك فرصة للفصال، لا في طريقة ولا في محاولة ولا في إقناع. لمين؟ للجميع، من أعلى رتبة لأصغر رتبة. وهفكركم لما قلنا كويس كان في تكليف تقريبا من سنة ونص للمهندس إبراهيم محلب إنه يتولى عملية الأراضي، ولأن الأداء كان من جوه الصندوق القديم ما بين نزول ومتابعات وكاميرات بتصور وعناوين في الجرايد بتنزل، لكن النتائج والمحصلة لم تكن بالمستوى الذي يريد ولا بقيمة الحدث، يعني مش بحجم الأراضي المنهوبة. يعني الحكاية تحولت لحركة ونشاط وكاميرات ومداخلات والنتائج مش هي المطلوبة، ولأن الرئيس عارف كويس قوي إن الصندوق القديم حتى لو لسه فيه جزء من حضراتكم بيحب الحركة البركة وبيحب النشاط الزائد حتى لو النتائج مش زي ما احنا عايزين، فكان لازم تاخد ملمح آخر ويبقى الاتنين قدامكم، ويبقى السؤال ليكم انتوا عايزين ايه؟ انتوا يا ناس مصر عايزين ايه؟ كتير من حضراتكم النهارده كان بيدور هو يقصد مين؟ مين اللي ممكن يتحدوه؟ ومين اللي بيقول لهم بلغه مباشره وواضحه وصريحه انت لص وانت حرامي؟ احنا هنا قدام حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولى اللغه اللي بتحمل استعاره من لغه ليست لغته علشان توصل للجميع. فاكرين لما كنا في بين السطور بنقول في ناس لسه بتقاوم وفاكره انها بعيده عن الرقابه الاداريه، وهي الرقابه الاداريه بتدينا النموذج والمثل انها بتتعامل مع اللي بيفتح الدرج ومع اللي بيرسم عمليه وبيلطش ومع النصاب الكبير ومع تاجر العمله الغير مرخص، يعني بتقول انا شايفه الجميع، اللي عايز يستر نفسه يكف، طب اللي مش راضين يكفوا.
جابوه لنفسهم. طب هي الحكاية بس على ده وعن نوع ده من الفساد ولا رايحة في مساحات تانية؟ وليه في المساحات التانية تجاوزت لجنة محلب للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص؟ هل لأنه أنجز ما كلف بيه طوال سنة ونصف، ولا لأن الإنجاز لم يكن بالحجم المطلوب؟ خليكوا فاكرين ما قبل إنا وما بعد إنا، استعارة اللغة والعين على النتائج. ومفيش وقت فيكي يا مصر، لا لكبير ولا لصغير، لا لرجل أعمال ولا لموظف، ولا رجل أعمال عنده باع وعلاقات سواء مؤسسات صحافة مكتوبة أو إعلام مرئي ولا غيره، لأن اللغة أصبحت اللغة المباشرة بالحدة المطلوبة. اسمعوا، قسما بالله لو النهاردة الدولة دي ما تبقاش دولة وكل حاجة بتتعمل طبقا للقانون مظبوط، أنا المفروض ما أعيش ولا إحنا نعيش، كل واحد يعمل اللي هو عايزه فيها، ياخد اللي ياخده ويقسم اللي يقسمه. تاني بقولها تاني لوزير الداخلية على الهوى، والناس كل المصريين سامعينك، وللجيش وكل المصريين سامعينكم، اللي يقف قدام القانون مهما كان عدده، مهما كان عدده، كل حاجة ترجع مظبوط تاني، ودولة مظبوط مظبوط مش اللي احنا عايشين فيه ده. أعتقد اللغة واضحة وصريحة، والصورة كانت أبلغ من كلام كتير في المناشدة للجهات اللي تم تكليفها بإنجاز ما لم ينجزه اللي قاعد بجانب الرئيس. لأن طوال سنة ونص في حسابات، وكان في محاولات للتعامل مع الجمعيات الصغيرة ومع الشخصيات الصغيرة، لكن لما كنا بنتعامل مع الناس الكبيرة كان بيبقى في حسابات، بدليل ان الانجاز مش هو الانجاز. هتوعدوني وهوعدكم، انا هقوم بالهومورك الواجب المطلوب مني وحضراتكم كمان، لان انتوا ظهير الدولة دي والانفعال بتاعه عشانكم انتوا، عشان ولادكم وعشان اللي جاي. كلنا مطلوب مننا نقول ونتوقع اخر الشهر واخر السنة في كشف الحساب هنسمع ايه بارقام ايه باسماء شخصيات شكلها ايه، وهنقول لنفسنا عمرنا تخيلنا ان دولتنا وهي بتعيد بناء نفسها هتقدر تتماس مع كل دول، ولا طول عمرنا كنا عارفين ومتأكدين ان الناس دي فوق المحاسبة، ووقتها مش هيبقى عيب ابدا من كل واحد تطاول او سخف او استخدم لغه رديئه لا غير مقبوله، غير مقبوله بمسطره مكارم الاخلاق، انه يعتذر ويعرف انه ما كانش شايف، ويعرف انه كان مخطئ وكان تقييمه للمساله تقييم قصير النظر. طيب علشان الحكايه تكون واضحه، قبل ما ادخل كل السوشيال ميديا كانت بتقول هو يقصد مين؟ يقصد مين؟ رجال اعمال؟ شخصيه عامه؟ مين؟ 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 خلوني اقول لحضراتكم بمفهوم بين السطور، المقصود مش اسم شخص ولا اسم رجل اعمال، المقصود نموذج وحاله. لو كنا طول عمرنا عارفين ان اللي بيجي عليها الدوله لما تعوز تثبت هيبتها هم الحرامية الصغيرين، أنا أسفة للغة، أو ناهبي المال العام الصغيرين، أنا أسفة كمان للغة، اللي كان بيأكدوا النهاردة أنه بأي عدد وبأي موقع ومن يعتقد أنه قادر على التحدي للدولة والرئيس الدولة هو مخطئ، لأن مصر 3/7 ليست مصر ما قبل 3/7، ولأن الجميع هؤلاء كانوا يعتقدون أن طول المدة اللي إحنا كنا بنستعجلوا فيها معناها أنه استجاب للضغوط أو خضع للابتزاز، لأنهم بيفكروا جوه الصندوق القديم، المفاجأة أنه بيغير أدواته وبيختار توقيتاته
ولا يكون ابدا رد فعل. هي دي ملامح القائد، والواقع بيقول انه بيتحرك بهذه الادوات وبهذه الاليات. اسمعوا، احنا اخر الشهر ده، اخر الشهر ده هنقعد القعده دي ان شاء الله، والمحافظين ومدير الامن وقادة الجيوش والمناطق وعشرين شاب من كل محافظة عشان نشوف احنا عملنا ايه. بالمناسبة في اراضي كانت ناس حاطة ايديها عليها بتقول انها هتاخد حقها مني انا. مفيش في الدولة حد فوق القانون وفوق الحق. هقول تاني، هقولها تاني، في ناس فاكرة ان هي فوق القانون وفوق الحقوق. انا بقول لهم مفيش حد فوق القانون وفوق الحق خالص. اللي فوق القانون هو القانون، واللي فوق الحق هو الحق. انما حد يتصور يقول لك لا لا، ولو سمحتم انا قلت اخر الشهر ده عشان اكد للمصريين ان هم قادرين على ان هم مش يستعيدوا الارض بتاعتي ولا بتاعت الحكومه. دي ارض الناس، ارض مصر، ارض المصريين، ارض الابناء اللي قادمين. ما يجيش يقول لك ده خد 5000 فدان وده خد 2000 فدان وده خد 20000 فدان وده خد لا لا، ولا متر ارض. وهقول لكم حاجة للمحافظين وللمواطنين اللي موجودين في كل محافظة، مش عارف التعبير ده هينفع اقوله ولا ما ينفعش. ما يبقاش رجالة وعندنا مروءة لما نسمح ان حد يمد ايده على ارض بلده ويسيبها له. قالي مأمور اسم ولا مدير امن ولا محافظ ولا مجلس محلي يسمح ان انه يتسرق اللي بياخد الارض ده لص مغتصب. اللي بياخد ارض مصر مالوش، حتى لو خد مليون فدان هو لص ومغتصب وحرامي. هو حرامي ايا مكان هو مين، ايا مكان هو مين، هو حرامي بياخد اموال الغلابة. فاكر بنفوذه او باي حاجة تانية، طول ما انا عايش على وش الدنيا وفي مكاني ده قسما بالله ما هسيب حد ياخد حاجة، والله ما هسيب حد ياخد حاجة. واللي عايز يتحداني، أنا بقول الكلام ده للي بسمع الناس كلها، واللي عايز يتحداني بيتحدى حق من حقوق ربنا في الأرض. أعتقد المسألة واضحة جدا. عايزة بس أقول لكل إخواتي الصغيرين الشباب بصفتي عجوزة، العشرين شاب اللي هيبقوا في اللجنة مش هيبقى عيب أبدا إن احنا نراجع نفسنا، لأن لما بنراجع نفسنا وإحنا عنا على بلدنا ده معناه ان احنا ما كناش شايفين كويس، وان الاوان نشوف كويس قوي وسط كل المتغيرات. وهسألكوا سؤال لهذا القطاع العمري، يا ترى احزابكوا دربتكوا؟ يا ترى احزابكوا استثمرت فيكوا؟ يا ترى احزابكوا قدمت لكوا وعملت لكوا؟ ولا لحد دلوقتي مقضيينها ما بين اهاوي ولجان ولسه مستنيين تعيدوا لغه مجموعة قعدت في إيطاليا وشاورنا عليها واللي جاي لمصر بناسها الحقيقيين، بولادها الحقيقيين، بشبابها الحقيقي، لأن البلد دي هي الناجية في الإقليم واللي جاي بتاعها. ولما قال بالصوت الواضح والعالي في حضور كل القيادات بما فيها الرئيس الأمريكي، دول التمويل هتتحاسب وهتدفع الثمن، وسماها
لكن لهجته ولغته الأصلية تمنع الألفاظ المحددة لأسماء الدول، لأن احنا دولة كبيرة، ما احناش دولة صغيرة، ما بنتكلمش كلام فيه انفعال. علشان كده المتغيرات اللي بتحصل حوالين الدول الراعية والداعمة والممولة هتبدأ، واحنا رايحين لفصل جديد وهو فصل من فصول بلدكم بين ايديكم، وعندكم قائد لم نكن نتوقعه، وبيغير لغته عشان يوصل لكم، وبيبذل مجهود عشان يحرق الوقت يجري بينا ونعدي. قدها ولا مش قدها؟ صوتكم في وداني حتى لو الشاشه بيني وبينكم، قدها وقدود واللي جاي بتاعنا، وانا متاكده بقلوبكم النظيفه وبقدره ايديكم وعينيكم على ان اللي جاي تعملوه لولادكم وللارض دي. بعد الفاصل.